انا هروح كده هبدا الكلام بسؤال وعايزه اجابه صريحه عليه من حضرتك. احنا مفروض الماتشات المتبقيه دي نكون بنلعب علشان ناخد الـ3 نقاط ولا عشان نلعب كوره؟ يعني انا عايز العب لعب مفتوح وعايز العب كوره حلوه، ولا انا عايز اركز في الـ3 نقاط بتوعي بيجوا باي شكل كان وخلاص؟ بص، اولا التاريخ ما بيجيبش سيره الاداء في موسم 2021 2020 2021 ان النادي الاهلي ادى اداء كويس وما خدش البطوله. دي ارقام ونتائج. الارقام والنتائج بتقول سنه 2021 النادي الاهلي حصد الدوري، النادي الاهلي فاز بالبطوله. ايوه. انا شايف ان ست ماتشات اللي جايين دي مباراه كاس. احنا عندنا نعتبر مباراه الدوري دي مباراه كاس، لازم نكسب 6 ماتشات عشان ناخد بطوله الدوري. وهنكمل بعدها بطوله الكاس برضو، لازم تكسب حوالي 3 ماتشات عشان تاخد بطوله يبقى الكاس. يبقى انا ركز على الـ3 نقاط يعني. نقول ثلاث نقاط، مفيش فكر غير الـ3 نقاط. وان كان برضو خلي بال حضرتك السؤال اللي سالته الهوان، يعني خليني اعيد لك صياغته اللي هو فعلا سؤال يعني ايه حلو. دلوقتي لما تكون بتلعب بخطه معينه او مش بخطه، بحسابات معينه، وان انت مش همك غير ان انت تاخد الـ3 نقاط، ولو خلاص حصلت عليهم حتى وقدرت تحقق ده في الشوط الاول فخلاص بالتعبير الدارج اللي هو ايه، نرقد على اللي عملناه يعني. خد بالك، طب مش التفصيله دي، فكره الحسابات دي بتفقد كره القدم متعتها؟ في مقوله سمعتها من مستر موسيماري بيقول لك من يريد الاستمتاع فليذهب السينما او السيرك. لا طب ما نستمتعش بالله. احنا في وقت دلوقتي، في الوقت جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا البطوله. حتى لو اديت اداء كويس وما كسبتش، طب ما ناخد البطوله واحنا اللي ناصبين اكيد طبعا. بص، المباراه اللي فاتت انا شايف النادي الاهلي قدم مباراه كويسه جدا. فزت مكسب عريض، النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بالذات كمان كان سعيد بالنتيجه. ظروف المباراه سهلت الماتش شويه، لكن ظهر اكتر من لاعب بمستوى جيد. يعني رجوع قفشه المستوى بدا، مش يعني قفشه كمان من لعيبه النادي الاهلي اللي هي دورها مهم جدا في اداء النادي الاهلي. لما قفشه بيكون فايق طبعا، لما بيكون اداء جاري اكتر، اداء النادي الاهلي كله بيتغير، وده ظهر في المباراه اللي فاتت. اداء محمد شريف بدا برده الاجهاد برده، كان في وقت النادي الاهلي خارج من بطوله افريقيا لعيبه مجهده جدا، وراجع على 3 مباريات اللي هم المؤجلين، ضغط عصبي عشان توصل للمنافس، عدد النقط زي المنافس، كان في ضغط عصبي جامد جدا مع الاجهاد. لما قدرت تكسب الـ3 ماتشات دولة وخدت فتره راحه، حصل فتره راحه عشان المنتخب الاولمبي، دي فرق كبير جدا، حصل فرق كبير جدا، وده ظهر في مباراه سيراميكا. دلوقتي المنافسه صعبه جدا بينك وبين المنافس اللي خلاص زي الكراسي الموسيقيه، هو 3 بونت، انت تكسب مثلا انت تزيد هو يبقى زيك، فالامور بتتصعب والامور بتتسهل. لكن انا شايف النادي الاهلي اتحط كتير جدا، ولاعيبه النادي الاهلي اتحط كتير جدا في موقف زي دي. هم قادرين ان هم يسعدوا جمهور النادي الاهلي، وقادرين ان هم ياخدوا البطوله. وانت برضو مع كامل احترام نادي الزمالك، هو زايد عندك 3 بونت، بس انت عندك ميزه ان انت كسبته في المواجهات المباشره، فدي حاجه كويسه جدا. اتمنى النهارده ان شاء الله اللعيبه تكون على قد المسؤوليه. مباراه صعبه طبعا، النادي الاسماعيلي نادي كبير، اداؤه اتغير جدا من الدور الاول للدور الثاني. مع كامل الاحترام طبعا الاجهزه الفنيه قبل كده، كابتن ايهاب جلال غير شكل كبير جدا في نادي الاسماعيلي، وهم كمان خلاص دلوقتي عندهم يعني ما عندهمش مشكله. كان يقول لك الاسماعيلي والهبوط ولا لا، خلاص دلوقتي هو في مركز كويس، بيحاول يحسن مركزه، بيحاول يغير شكل الفرقه، بيحاول يشوف هيعمل ايه السنه الجايه عشان يرجع لامجاده بالظبط كده. بالظبط، فهو دلوقتي ما عندوش مشكله، اللعيبه ما عندهاش ضغط عصب. دي برده بتبقى قاب قوسين او ادنى من حاجتين، اللعيبه بتكون هم مرتاحين فممكن يأدوا كويس قوي قوي قوي، وممكن مرتاحين برضو ادائهم يبقى في حاجه مترخي شويه. اتمنى تكون الاختيار الثاني ده يكون الهدوء شويه، واحنا نقدر نحسم المباراه من بدري. ومهم جدا 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 اللي سهل المباراه اللي فاتت، الهدف اللي في الاول بعد 4 دقايق ده كان رائع بصراحه، مهم جدا جدا جدا. تاخر، كل ما تاخر الهدف كل ما انت تحط نفسك تحت ضغط عصبي وتدي ثقه اكتر للمنافس، تدي ثقه للمنافس، انت بتلعب على بطوله ومش عايز تخسر، اللعيبه مشدوده. بس انا زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي قادرين على اتحطوا كتير جدا في المنافسه دي، اتحطوا كتير جدا في موقف زي دي، قادرين ان هم ان شاء الله يحلوا المشكله دي ويسعدوا جماهير النادي الاهلي.